في حجة الوداع عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقرر أمته، سأل عن البلد وعن الشهر وعن اليوم، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألا هل بلغت؟ عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم، ثم نكس الإصبع عليه: فاشهد. نحن قد بلغنا هذا الدين ونقله الثقات وحفظه الله جل وعلا. السؤال يوم القيامة إذا قال الله جل وعلا: لماذا اتخذت إلهك هواك؟ لماذا عبدت عقلك مع أن النقل موجود؟ ليه تقول لابد أفهم؟ هو في أشياء غيبية يمكن لا تعلمها. يا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أنت ما آمنت بالغيب. لذلك نقول شبابنا اللي يقولون عندنا ثقافة ويدخلون المواقع ويقرون باللغات، نقول مهما بلغ علمك فأن لا زال في علم الله لا يساوي شيئا. ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وكلامه وحي آخر: لقد أوتيت القرآن ومثله معه، إياك أن تشكك في أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها لم تصل إلينا عن طريق، كما يقولون، ما هو بطريق متواتر، أو لا أؤمن إلا بالمتواتر، أو أنا قرآني. كل هاللوثات اللي نسمعها، اللوثات الفكرية، اعلم أن الذي حفظ القرآن سيحفظ مفاتيح القرآن ومبين القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله سؤالني يفشل. أنا أقول لكم مثل ما بدأ الشيخ بمثال: أحبابي، لو أننا علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاد إلى الحياة من جديد، وأنه مجتمع في جامع من الجوامع ولا في ساحة من الساحات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: لا يجتمع في هذه الساحة إلا من صدق في حبي واتباعي. اللي ما صدق في حبي واتباعي لا أشوف وجهه. كم سيغيب عن ذاك المكان؟ ناس يحبونه بس إنهم ما اتبعوا ولا أحد. لا، إن شاء الله الأمة فيها خير كثير. كل بحضر يعني. يمكن يجون شيء يغيب. ما بس إذا جاء قالوا له مثل. لا بس. مثل الكوثر. إيه. يعني يريد الكوثر أمة محمد. نعم. يتزاحمون يبون الماء عقب الظما. فيأتي ملائكة فيجتالونهم يمنعونهم. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم للملائكة يشكيهم: يا ربي أمتي. هذولي، هذا محمد وذا عبد الرحمن وذا أمتي. قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني تراهم تغيروا عقبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا زالوا يتراجعون. فنحن أحبابي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضنا والله بيتفشل يقول والله بقابله يوم القيامة، وش أقول يعني؟ أنا حتى ثوبي خربان تندع، ما اتبعته في الثوب، فكيف عاد بصلاة الفجر وكيف بأوامره وهديه وآدابه؟ لذلك الربع اللي يحب محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة اللي يحبه فليتبع، لا طريقة لحب محمد صلى الله عليه وسلم وإجابته إلا أن تجيب في الدنيا، حتى لو تخالف هواك. ترى مو بس دائماً هواك اللي تمشي، أخالف هواك. هل واحد اللي تعبان وبينوم وبيقوم يصلي الفجر تعبان بيسبغ الوضوء على مكاره وبيمشي إلى المسجد؟ والله يفتح المساجد بإذن الله، وبشركم إن شاء الله نجوركم ثابتة وأنتوا في البيت، قلوبكم معلقة بالمساجد حتى لو أبوابها مغلقة، دام قلوبكم معلقة وكنتم تسيرون إليها فأجوركم وخطاكم ثابتة.